عزيزي الطالب إليك صورة أخرى من صور الأساليب الدعوية للمناهج الدعوية إنه منهج أو أسلوب المجادلة الدرس الثالث يتناول هذا الأسلوب تحت عنوان أسلوب المجادلة وأستطيع عرضه في هذه العناصر قائلا أولها تعريف هذا الأسلوب أيضا الوقوف على اهميته وفضله واخيرا نختم قولنا في عناصر هذا الدرس بابراز خصائصه اما عن تعريف اسلوب المجادله المجادله من الجدل والجدل في الاصطلاح عرفه العلماء بتعريفات عديده لكنها متشابهه نختار منها اوضحها وهو قولهم الجدل هو دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة، بمعنى أن الداعية هو ذاك الذي يستطيع أو المجادل هو ذاك الذي يستطيع أن يدفع قول خصمه القائم على فساد وذلك بإبراز فساده وإبراز خطئه بالأدلة والبراهين. والمجادله قد تكون محموده وقد تكون مذمومه فمتى تكون محموده ومتى تكون مذمومه المجادله تكون محموده اذا قصد بها المجادلان ابغاء او ابتغى بها المجادلان وجه الحق وان يسلم احدهما للاخر ما وصل الى الحق واعتمد على دليله بينما تكون المجادلة مذمومة إذا كانت بقصد الشهوة واتباع الهوى والبعد عن إظهار الحق للناس عندئذ تكون الأولى مطلوبة وتكون الثانية مذمومة أما عن أهمية أسلوب الجدل في الدعوة إلى الله عز وجل خاصة في وقت نحن أحوج ما نكون إلى إبرازه لطلابنا ولدعاتنا في عصر امتلأت فيه أساليب الجدل والسفسطة العقيمة التي لا تبني إيمانا، نقول تظهر أهمية أسلوب هذا الجدل في أمور منها أن الجدل أمر فطري، فالناس بطبيعتهم يميلون إلى الجدال والجدل، وجُبل عليه الإنسان، والحق تبارك وتعالى يشير إلى ذلك في قوله سبحانه: "وكان الإنسان أكثر شيء جدلا". هكذا طبيعة الإنسان، ومن هنا كان عليك أيها الداعية، وكان عليك أيها المجادل أن تعي أهمية فهمك لأسلوب الجدل، حيث إنه يتمشى مع أمر الفطرة البشرية. من أهمية أسلوب الجدل كذلك أن الله أمر باستخدامه، فقال تعالى: "فبما رحمة من الله لنت لهم" ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. اشارة منه سبحانه الى ان الاصل في الجدال ان يكون قائما على الرحمة. يقول الشافعي: وهو يبين هذا الاسلوب ان اني ما جادلت احدا يوما ما الا ودعوت الله ان ينصره وان يثبته ولذلك جاءت الايه القرانيه العظيمه وهي اصيله في هذا الجانب قال تعالى: وجادلهم بالتي هي احسن فان كان هناك من جدال فليكن بالتي هي احسن. ايضا من اهميه ابراز هذا الاسلوب استخدام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام له في دعوتهم، يقول تبارك وتعالى حاكيا عن نوح: "قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين" ويقول عن ابراهيم عليه السلام: الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي واميت. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين كان حوارا قائما على الدليل والبرهان وقد نجح ابراهيم في ذلك كيف لا وهو ينطلق في جداله من منهج قويم واسلوب جاء به القران ورسخه في الحنيفيه السمحه من ملة إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه حتى إذا جاءوك يجادلونك إذا جاءوك يجادلونك يا محمد أيضا فاستعمل معهم أسلوب الحكمة واستعمل معهم أسلوب اللين والجدال بالتي هي أحسن إذا كانت هي صورة الجدال من حيث بياننا لصورته ومفهومه، وأيضًا من حيث إبرازنا لأهميته، وأيضًا نختم بيان خصائص أسلوب المجادلة. إن من الأسلوب التي من الأساليب التي يستعملها الدعاة أسلوب الجدل، وله خصائص وله مزايا، منها اعتماده على العلم والمعرفة. يقول تبارك وتعالى يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الجدال الحقيقي هو القائم على العلم والمعرفة وهو الجدال المحمود أما الجدال القائم على السفر والقيل والقال بلا دليل ولا برهان هذا جدل مذموم حذر منه القرآن. أيضا من الأساليب الجدلية ومن خصائصها إقامة الحجة على الخصم وإفحامه كإفحام إبراهيم عليه السلام للنمروذ كما بينا منذ قليل.